السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم معنا في قناتكم شيوات الأخوات. فيديو جديد ووصفة جديدة، ما تبخلوش علينا من لايك، شاركوا معنا في القناة بالضغط على زر الاشتراك وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. نتمنى نكونوا خفاف على قلوبكم إن شاء الله يا ربي، ونتمنى هذا الفيديو يلقاكم في أحسن الأحوال إن شاء الله. اليوم جبنا لكم طريقة باش كنحضروا بها احنا هاد الحلوة ديال حلوة ريش بوند، محبوبة الجماهير، ما كانش اللي معزيزاش عليه هاد الحلوة. اكيد كل واحد ولا والطريقه ديالو في التحضير ديالها واللمسه ديالو، فاحنا غادي نشاركوا معكم الطريقه باش كنحضروها، نتمنى انها تعجبكم. فغادي الا بغيتوا تعرفوا على الطريقه ولا المكونات شاهدوا معنا الفيديو من الاول حتى الاخر. وغادي نبداو بالصلاه والسلام على حبيبنا محمد. حنا غادي ناخذوا هنا واحد القصريه، واحد القصعه، وغنديروا فيها هنايا 6 البيضات. هاد البيضات راهم صغيورين، الا كانوا عندكم هكا متوسطين ولا ديروا 4 ديال البيضات، المهم المقادير وداكشي على حسب الكميه كيف العاده. غنخلي لكم المقادير في صندوق الوصف، وانتم والكانتيتي والكميه اللي بغيتوا تحضروا. ضفنا البيض، ضفنا السكر الخشن سنيده، واحد القبيصه ديال الملحه، وعندنا القشور الحامض محكوك، واحد الساشي ديال السكر فاني، وكذلك جوج معالق كبار هكا ديال الزبده. غادي نخلطوا هاد المكونات مزيان مع بعضياتها، وغادي نضيفوا الزيت كذلك. هاد الكيسان راهم شويه كبار على الكاس ديال اتاي العادي المغربي، هادو تقريبا فيهم واحد 190 غرام. مهم كيف سبقت قلت لكم على حساب الكميه اللي بغيتوا، بشحال ما كبرتوا الكاس غادي تخرج لكم كميه اكثر. وهنايا نبقاو نضيفوا الدقيق تدريجيا، الدقيق اللي سبق لينا مغربلينو، نغربلو الدقيق ديالنا، ونبداو كنضيفو الدقيق بشويه بشويه حتى نتحصل على هذاك القوام اللي بغينا. غنخلطو هاد الدقيق، نحاولو ندخلوه مع هاد المكونات الاخرين. هنا مازال العجين ديالنا، مازال العجينه ديالنا خاصها الدقيق. غادي نزيدو واحد الكميه، وغادي نضيفو واحد الساشي ديال خميره الحلوه 15 غرام، نضيفوها مع الدقيق، ونبداو كندخلو عاود هذاك الدقيق، نخلطو مزيان حتى نتحصلوا على واحد القوام بحال هكا، ما يكونش قاسح بزاف وما يكونش مطلق عاود بزاف. صافي غنحاولوا نجمعوا هذيك العجينه ديالنا مزيان، وغادي نبداو نشكلوا هكا الكويرات ديالنا، الحليوات ديالنا. كل واحد كي كيبغي يدير لهم، كاين اللي كيديرهم على شكل طولي، كاين اللي يديرهم غير هكا كما درنا لهم حنا، غير هكا غير كويرات يعني، كاين اللي كيديرهم كويرات صغار وكيلصق وحده مع وحده، هذاك الشيء على حسب الرغبه ديال كل واحد. هنا بعد ما قدينا الحلوه ديالنا في الطاوله اللي غندخلوا الفران بحال هذا الشكل كيف ما كتشاهدوا، حنا درنا لهم غير بحال هكا. وهنا بعد ما خرجنا الحلوه ديالنا وطابت محمره اللون الذهبي ديالها على هذا الشكل، غادي ندوزو كاين اللي كيبغي يلصقهم كيف سبقت قلت لكم بهذيك الطريقه، حنا غنخليهم غير بحال هكا. ودرناهم هكا حتى في الحجم شويه متوسطين، ماشي كبار بزاف وماشي صغيورين. صافي دابا غادي ندوزو، باش غادي ندوزو نفندو هذيك الحليوه ديالنا، في نديروها في الكونفيتير وفي السكر، اي عفوا في الكوك. هنايا الكونفيتير كاين اللي كيبغي يدير له مازهر، حنا ما درنالوش مازهر، غير سخناه شويه في واحد في الميكرووند، نسخنو الكونفيتير في الميكرووند. صافي ما كنديرو فيه حتى شي حاجه، الا بغيتو ديروا له مازهر تقدروا ديروا له. وكنبداو كنحطو هذوك الحبيبات ديالنا ديال الكاطو، ونخليوهم بعض الدقائق باش كيمصوا لينا هذاك الكونفيتير. شحال ما خليتهم هكا واحد شويه احسن، ونبداو كنفندوهم في الكوك. بالله ما كنفندو هذوك الاخرين ما كيتشربوا لينا هذاك الكونفيتير، وصافي غنبقاو نحطوهم في واحد الطبيسه الجانبات ولا فاش ما بغيتو تحتفظوا بهم. ونستمروا بنفس الطريقه حتى نساليو جميع الكميه. وهذا هو الشكل النهائي ديال الحلوه ديالنا ديال الكوك ريش بوند، بعد ما قديناها كامله فندناها في الكونفيتير وفي الكوك محكوك، كتجي زوينه بزاف، وضروري انها ما تنتكلش هذاك النهار يعني حتى الغدا ليه، باش كتبقى كترطب الغدا ليه ولا شحال ما خليتوها كترطب وكتهشاش، كتجي بنينه بزاف. نتمنى تعجبكم هاد الطريقه اللي حضرنا بها حلوه ريش بوند، ما كانش اللي ما عزيزاش عليه، وما كانش اللي الاكثريه يعني الناس كيحضروها، غير هي الطريقات كيختلفوا واللمسه عاود ديال كل يد وكل واحد
واللمسة ديالو. فنتمنى تكون عجبتكم هاد الطريقة باش كنحضروا بها احنا هاد الحليوة، وما تبخلوش علينا بلي لايك وتبارطاجوها مع الحباب ديالكم. ما بقى لي غير نقول لكم دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.